بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة التعليم المفتوح المستوى الرابع الفصل الدراسي الأول لمادة الإدارة العامة. إحنا كنا شرحنا في المحاضرة الأولى الأبعاد البيئية لعلم الإدارة العامة، وركزنا على الأبعاد السياسية والأبعاد الاقتصادية، وأفكر حضرتك في الأبعاد السياسية احنا اتكلمنا عن الدولة، اتكلمنا مفهوم الدولة وأركانها نشأة الدولة، وتاني نقطة أشكال الدول من حيث التكوين، ثم تالت نقطة أشكال الدول من حيث السيادة، ورابع نقطة اتكلمنا عن أنواع أو أشكال الحكومات، وخامس نقطة اتكلمنا عن أنواع النظم الاقتصادية، وسادس نقطة اتكلمنا عن مراحل التكتلات الدولية. ده كان في المحاضرة الأولى. أما في المحاضرة الثانية النهاردة هنتكلم عن السلطات العامة للدولة والتي تتمثل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. طبعا موضوعنا في ثاني محاضرة النهاردة عن السلطات العامة للدولة، اللي أنا قلت لك سلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة قضائية. ويمكن النهاردة في قلنا الدول في العصر الحديث بتتشكل من هذه السلطات الثلاثة. السلطة التنفيذية هي رئيس الدولة والحكومة والجهات والهيئات التابعة لهم، والسلطة التشريعية ممثلة في المجالس النيابية مثل مجلس النواب أو ما كان يسمى بمجلس الشعب، والسلطة القضائية في القضاء والمحاكم ورجال القضاء. هنبتدي بالسلطة التنفيذية، وطبعا شرحنا هيكون طبعا على دولة جمهورية مصر العربية. السلطة التنفيذية بتتكون من رئيس الجمهورية والحكومة. لما ابتدي اول حاجة برئيس الجمهورية، اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور تتمثل في الاختصاصات التالية. اول حاجة هو ان طبعا رئيس الجمهورية مسؤول عن ومن اختصاصاته ان يضع السياسة العامة للدولة، لكن طبعا لكبر حجم السياسة العامة للدولة فتشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة. يبقى اول اختصاص رئيس الجمهورية هو الذي يضع السياسة العامة للدولة وتشترك معه الحكومة، وطبعا الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء. تاني اختصاص ان طبعا من حق رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين رئيس الوزراء، ويقوم ايضا بتعيين الوزراء والمحافظين، وهو الذي يتولى ايضا تعيينهم واعفائهم من مناصبهم. يبقى ده تاني اختصاص كفله الدستور لرئيس الجمهورية. الاختصاص التالت ان من حق رئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد، وطبعا اذا اجتمع رئيس الجمهوريه بالوزراء او بمجلس الوزراء بشكل كامل يكون هو الذي يتولى رئاسه هذه الاجتماعات والجلسات. احيانا بنرى رئيس الجمهوريه بيجتمع مع الوزراء بالكامل، او احيانا بيجتمع مع بعضهم على حسب ما سوف يتم مناقشته في هذه الاجتماعات والجلسات. فلو افترضنا ان امور اقتصاديه بيستدعى الوزراء المسؤولين عن النواحي الاقتصادية وهكذا، فالاختصاص الثالث من حق رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويرأس هو هذه الجلسات. الاختصاص الرابع من حق رئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية. ثم الاختصاص الخامس رئيس الجمهورية بصفته يتولى رئاسة المجلس الدفاع الوطني ومجلس الدفاع المدني والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. الاختصاص السادس من حق طبعا رئيس الجمهورية أن يقوم بإبرام والتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدولة والدول الأخرى، وطبعا بعد إبرام هذه الاتفاقيات والمعاهدات يتم إبلاغها إلى السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب. الاختصاص السابع إذا كان رئيس الجمهورية غير يرى أن يتم هناك تعديلات في الدستور، فطبعا أن الدستور هو حق أصيل للشعب، هو الشعب الذي يقرر الدستور وهو الذي من حقه تعديله، ولكن رئيس الجمهورية أعطى له الدستور الحق في أن يطلب استفتاء الشعب في
أمور المتعلقة بتعديل الدستور وفقا لما يتماشى مع مصلحة البلاد. إذن ده كان اختصاصات رئيس الجمهورية، والسؤال هيكون مباشر، هقول لك مثلا وضح أو أذكر اختصاصات رئيس الجمهورية، هي الاختصاصات اللي أمام حضرتك. اتنين أو تاني طرف في السلطة التنفيذية هي الحكومة، وتتمثل الحكومة أيضا في رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء وطبعا رؤساء المصالح والهيئات الحكومية التابعة لهذه الوزارات. بنتكلم في اختصاصات الحكومة، هي 7 اختصاصات كما هو موضح أمام سيادتك. الاختصاص الأول، إن الحكومة مختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة التي قام بوضعها رئيس الجمهورية. المهام الاقتصادية والثقافية في المجتمع مسؤولة عن تنظيم الحكومة. الحكومة هي من تراقب على أعمال الوزارات والمصالح والهيئات العامة وأجهزة الإدارة المحلية، لأن كل وزارة بيتبع بعض المصالح والهيئات، مثل مثلا لما أقول وزارة المالية يتبع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، أما أقول وزارة النقل يتبع هيئة النقل العام وهيئة السكة الحديد ومصلحة البريد. إذن هناك أجهزة ومصالح وهيئات تتبع هذه الوزارات. أيضا الحكومة تشرف وتراقب على أعمال الإدارات المحلية من محافظات وأحياء وقرى ومدن، ده كله من اختصاصات الحكومة. 4، الحكومة هي التي مسؤولة عن إعداد مشروع القوانين والقرارات. طبعا هنا في فرق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. السلطة التنفيذية والتي أحد أركانها الحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع القوانين، أما من مسؤول عن إصدار القانون فهي السلطة التشريعية، فتقوم الحكومة بإعداد مشروع القوانين لرفعه إلى السلطة التشريعية. أيضا الاختصاص الخامس، إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. وطبعا الموازنة العامة للدولة هي الموازنة التي تتناول تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية مقبلة. طبعا برضو لا يمكن الإعداد بهذه الموازنة إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، ولكن الحكومة هي المختصة بإعداد هذه الموازنة ثم رفعها إلى مجلس النواب. أيضا الاختصاص السادس هي إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. والاختصاص السابع هي أن تقوم الحكومة بعقد قروض، وهذه القروض تكون في حدود سياسة الدولة. يبقى دي اختصاصات الحكومة، والسؤال برضو لو جه فيها يكون مباشر، هقول لك وضح اختصاصات الحكومة، أو مثلا اللي قبلها وضح اختصاصات رئيس الجمهورية. ده كان أول سلطة من سلطات الدولة، هي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، واتكلمنا عن اختصاصات رئيس الدولة ورئيس الجمهورية، واتكلمنا عن اختصاصات الحكومة. نخش في ثانيا السلطة التشريعية. أنا بأسف على هذا الخطأ المطبعي، هي طبعا مكتوب قدامك أنواع التشريعات والسياسات العامة، هي طبعا السلطة التشريعية. السلطة التشريعية في مصر هي ممثلة في مجلس النواب. للعلم ليس إلا، أنا مش هسأل في طبعا في أعداد مجلس النواب، ولكن للعلم بها، مجلس النواب عندنا في بيتكون من حوالي 590 عضو. في 3 أساليب لوصول الفرد إلى عضوية مجلس النواب. في هناك 448 عضو بيجوا لعضوية مجلس النواب بالانتخاب بالنظام الفردي من 205 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية. في 120 عضو بيجوا بالانتخاب بالنظام القوائم المغلقة. عندنا 4 دوائر انتخابية بيتم انتخابها بالنظام القائمة المطلقة المغلقة، وهناك 28 عضو بيقوم تعيينهم رئيس الجمهورية. مجلس النواب مشكل من العديد من اللجان، حوالي 25 لجنة، مثل لجنة الشباب والرياضة ولجنة الأمن ولجنة الطاقة ولجنة الصناعة، واللجان كل لجنة مختصة بمناقشة أمور معينة داخل المجلس. ده تشكيل مجلس النواب. طبعا أنا مش هسألك في حاجة زي كده للعلم. اللي هسأل فيه بقى اختصاصات مجلس النواب. ممكن أسأل حضرتك عن اختصاصات مجلس النواب، أو ممكن أسألك عن أحد هذه الاختصاصات، مثل مثلا أسألك في الاختصاص الرقابي فقط، أو أسألك في الاختصاص التشريعي فقط. دي مجال سؤال اختصاصات مجلس النواب. اختصاصات مجلس النواب عندنا 4 اختصاصات زي ما أنت شايف قدام حضرتك، في اختصاص تشريعي واختصاص مالي واختصاص رقابي واختصاصات أخرى. أتكلم أول حاجة في الاختصاص التشريعي. التشريع هو طبعا إصدار القوانين والتشريعات،
وطبعا الأصل في الدستور أنه أعطى الحق الأصيل لإصدار هذه التشريعات إلى مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية في الدولة. مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار القوانين والتشريعات، إلا أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية في أنه يقوم بإصدار قوانين، وإن كان اللفظ الأدق هو إصدار قرارات لها قوة القانون. ولكن أيضا يجب العلم أنه عندما يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القوانين، طبعا دي بتكون في حالات استثنائية، برضو في وقت انعقاد المجلس أو بعد عودة المجلس للانعقاد، مجلس النواب بيقوم إما بالتصديق أو إما برفض هذه القرارات التي لها قوة القانون الصادرة من رئيس الجمهورية. إذن الأصل في إصدار التشريعات والقوانين يعود إلى مجلس النواب، ولكن كفل الدستور الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، ولكن في ثلاث حالات استثنائية. هي الحالة الاستثنائية الأولى أن الذي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القرارات التي لها قوة القوانين الصادرة من مجلس النواب هو في حالة غياب مجلس النواب بسبب انتهاء مدته أو بسبب انتهاء الدورة البرلمانية. في عندنا طبعا مجلس النواب كل سنة بيجتمع من شهر 9 تقريبا لغاية شهر 6، ده بنسميها الدورة البرلمانية. في شهور 7 و 8 بيكون عدم وجود جلسات في انعقاد للمجلس، لأن الدورة البرلمانية بتكون انتهت. ففي خلال هذه الفترة يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول جلسة بعد عودته من انتهاء الدورة البرلمانية. أيضا مجلس النواب له مدة غالبا بتكون 5 سنوات، بعدها بيتم حل انتهاء مدة المجلس ووجود انتخابات مجلس نواب مرة أخرى. في خلال فترة الانتخابات وتشكيل مجلس نيابي آخر يحق لرئيس الجمهورية أيضا إصدار قرارات لها قوة القانون على أن بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل المجلس يقوم المجلس بالتصديق على هذه القرارات. الحالة الاستثنائية الثانية، إذا قام مجلس النواب بتفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات أو قوانين في أمور معينة، أو الحالة الثالثة في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين التي لا أو قرارات يعني التي لا قوة القانون. يبقى احنا في الخصاص التشريعي قلنا إن التشريع هو الحق الأصيل لمجلس النواب والسلطة التشريعية، ولكن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في الحالات الاستثنائية اللي احنا قلناها. الاختصاص الثاني من اختصاص مجلس النواب هو الاختصاص المالي، ان مجلس النواب هو الذي يقر الموازنة العامة للدولة. احنا قلنا قبل كده ان الحكومة هي اللي بتعد مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكن مجلس النواب هو المسؤول عن اقرار الموازنة العامة للدولة. ايضا مجلس النواب هو المسؤول عن فرض الضرائب والرسوم، وهو المسؤول عن الموافقة على القروض والتعهدات المالية والتصرف المجاني في ممتلكات الدولة. كده خدنا الاختصاص التشريع اختصاص المالي لمجلس النواب. نخش في الاختصاص الثالث الذي هو اختصاص القابي، وعندنا بنشوف اشكال او وسائل الرقابة البرلمانية، وممكن اجيب سؤال في الاختصاص الرقابي اقول لك وضح اشكال او وسائل الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان او مجلس النواب على الحكومة. الاختصاص الرقابي ان الحكومة تراقب على اعمال مجلس النواب يراقب على اعمال الحكومة. وعندي 5 وسائل من اشكال الرقابة البرلمانية. اول حاجة طرح موضوع عام للمناقشة، ان مجلس النواب بيطرح موضوع على احد الوزراء او على رئيس الوزراء يتم الاستفسار منه، او توجيه السؤال بقيام احد الاعضاء بسؤال وزير او رئيس الوزراء، او طلبات احاطة، وهنعرف الفرق بين توجيه السؤال وطلب الاحاطة، او يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة تسمى بلجنة تقصي الحقائق للتحقيق في امور تخص اعمال الحكومة. والاختصاص الرقابي الاخير لمجلس النواب او كما كان يسمى قديما مجلس الشعب هو الاستجواب، وهو توجيه اتهام الى احد الوزراء او توجيه اتهام الى رئيس الوزراء. نشوف وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية. اول حاجة طرح موضوع عام للمناقشة.
هنا احنا ما بنتهمش الوزير او بنوجه له اي انتقادات، ولكن بيكون هناك موضوع، هذا الموضوع بيرغب اعضاء المجلس في الاستضاح وان يقوم الوزير بتوضيحه، مثل مثلا اذا افترضنا مثلا ان وزاره الصحه تنوي اطلاق مثلا زي ما منظومه التامين الصحي، فمن حق اعضاء المجلس ان يستدعوا وزير الصحه لكي يطرحوا عليه هذا الموضوع، لكي يقوم بشرح وتوضيح هذه المنظومه على النواب. فطرح موضوع عام للمناقشه هو ان يكون هناك موضوع عام يطرح على احد الوزراء او يطرح على رئيس الوزراء بشكل كامل، وهنا الهدف ليس هو الاتهام او النقد، ولكن الهدف هنا هو ان يستوضح نواب المجلس سياسه الحكومه دون توجيه اي اتهامات، وبالتالي عند غلق هذه المناقشه تغلق دون تصويت، وهذا التصويت احيانا بيكون في الاستجواب وهو تصويت على بقاء الوزير في منصبه او عزله من منصبه، اما في الموضوع عام المناقشه لا يوجد تصويت، وانما هو الهدف منها هو الاستضاح لسياسه الحكومه. اذا طرح موضوع عام المناقشه بيقوم اعضاء المجلس باستدعاء الوزير لحضور احد الجلسات وتوجيه له استضاحات واستفسارات لنواب المجلس عن هذا الموضوع. ثاني شكل من اشكال الرقابه البرلمانيه هي توجيه الاسئله. بيقوم احد اعضاء المجلس بتوجيه سؤال الى احد الوزراء او رئيس الوزراء، هنا لا تكون المناقشه مفتوحه مثل طرح الموضوع العام، وانما المناقشه تكون مقتصره بين العضو الذي قام بتوجيه السؤال وبين الوزير المختص، ولا يحق لكافه الاعضاء الدخول في هذا توجيه السؤال، وهذا هو ما يفرق توجيه السؤال عن طرح الموضوع عام للمناقشه. الوسيلة الرقابية البرلمانية الثالثة هي طلبات الإحاطة، وهي إن أنا بوجه السؤال لأحد الوزراء أو رئيس الوزراء. الفرق بين توجيه السؤال وطلبات الإحاطة هي يوجد فرقين، الفرق الأول هو أن في توجيه السؤال يكون هناك مناقشة بين العضو السائل وبين الوزير، أما في طلب الإحاطة هو مجرد سؤال بيوجه إلى الوزير ليقوم بالرد عليه دون الدخول في مناقشة مع العضو السائل، وهذا ما يفرق طلب الإحاطة عن توجيه السؤال. الفرق الثاني بين توجيه السؤال وطلب الإحاطة أن توجيه السؤال بيتم الرد عليه في أثناء الجلسة التي تم توجيه فيها السؤال، أما طلب الإحاطة قد يأتي الرد من الوزير في جلسة أخرى، وهذا في بعض الأمور أو بعض طلبات الإحاطة يقوم بها أسئلة، لكي يقوم الوزير برد هذه الأسئلة يجب أن يكون الرد مستوفى لبعض البيانات والإحصائيات التي تستلزم أن يقوم الوزير بالإجابة عليها في وقت آخر، أو من الممكن أن يحال هذا الطلب الإحاطة إلى لجنة مختصة من 25 لجنة، اللي احنا بنقول أن مجلس النواب يتشكل من 25 لجنة، فبتذهب هذا السؤال لجنة مختصة، سواء بقى لجنة الشباب والرياضة، لجنة السياحة، لجنة الطاقة، لجنة الأمن حسب هذا السؤال، وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير عنه وتقديمه للمجلس. يبقى احنا قلنا لغاية دلوقتي ثلاث أشكال من وسائل الرقابة البرلمانية، وهي طرح موضوع عام للمناقشة وتوجيه السؤال وطلبات الإحاطة. الوسيلة الرقابية البرلمانية الرابعة هي تقصي الحقائق. من حق مجلس النواب أن يشكل لجنة، هذه اللجنة لا تكون لجنة دائمة مثل لجان المجلس 25 اللي احنا قلنا عليهم، إنما هي بتكون لجنة وقتية. هذه اللجنة بتشكل بعدد من أعضاء مجلس النواب. هذه اللجنة تقصي الحقائق بيكون الهدف منها هو إجراء تحقيقات في موضوع من الموضوعات التي تخص السلطة التنفيذية، ثم بعد إجراء هذه التحقيقات يتم إبلاغ المجلس بنتائج هذه التحقيقات. نخش في أخطر وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية التي يمتلكها السلطة التشريعية أو مجلس النواب على الحكومة، وهو الاستجواب. والاستجواب هنا هو أننا لا أقوم بالاستفسار مثل طرح موضوع عام المناقشة، أو لا أقوم بتوجيه أسئلة مثل في توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، أو لا أقوم بأننا أتقصي الحقائق، وإنما هنا هو توجيه اتهام إلى أحد الوزراء أو توجيه اتهام لرئيس الوزراء، وعندما أوجه اتهام إلى رئيس الوزراء معناها أننا أقوم بتوجيه اتهام إلى الحكومة بالشكل كامل، وهذا هو أخطر الحقوق التي يمتلكها مجلس النواب على الحكومة.
هنا ليس في مثل توجيه السؤال وطلب الإحاطة، بيكون في توجيه السؤال طبعا زي ما احنا قلنا ان المناقشة مقتصرة ما بين العضو السائل والوزير، هنا يحق لكافة الأعضاء الدخول في المناقشة إما بتأييد الوزير أو بتأكيد الاتهام ضد الوزير، وتقفل المناقشة بالتصويت. التصويت هنا على تجديد الثقة أو سحب الثقة من هذا الوزير، ونحن أمام احتمالين. الاحتمال الأول إما أن مجلس النواب اقتنع برأي الوزير في دفاعه عن نفسه في هذا الاتهام، فبالتالي هذا معناه تجديد الثقة في الوزير. أما إذا تم عدم الاقتناع برأي الوزير وتم سحب الثقة منه، فنحن هنا أمام سحب الثقة، هل هي سحب ثقة من الوزير ولا سحب ثقة من الوزارة أو من الحكومة بشكل كامل. في سحب الثقة، إذا كان سحب ثقة من وزير واحد، لو كان بيتم استجواب أحد الوزراء وتم سحب الثقة من هذا الوزير، يبقى هذا الوزير عليه أن يقدم استقالته الفورية، ولا يحق لرئيس الجمهورية الإبقاء عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين وزير آخر بدلا منه. يبقى لو سحب الثقة، وإحنا اتفقنا سحب الثقة دي بتتم فقط في الاستجواب، إذا تمت هذه من أحد الوزراء فلا يحق لرئيس الجمهورية الإبقاء على هذا الوزير، وبالتالي يقدم هذا الوزير استقالته ويتعين على رئيس الجمهورية تعيين وزير آخر. تعال بقى في الناحية التانية، لو سحبت الثقة من رئيس الوزراء أو من الحكومة ككل، هنا يجب على رئيس الجمهورية أن يتدخل. طبعا تدخل رئيس الجمهورية، يبقى أنا هنا بتكلم في أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يوافق رئيس الجمهورية على رأي مجلس النواب، وبالتالي هيكون مجلس النواب يقر بسحب الثقة من الحكومة، وأيضا رئيس الجمهورية وافق على هذا، فيجب على هذه الحكومة أن تقدم استقالتها الفورية ويتعين على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة. ده لو وافق رئيس الجمهورية على رأي المجلس بأن يتم سحب الثقة من الحكومة. الاحتمال الثاني هو أن رئيس الجمهورية يعارض رأي مجلس النواب، وهنا نحن أمام حالة من التعارض بين رأي رئيس الجمهورية ورأي مجلس النواب في بقاء أو عدم بقاء الحكومة، فيرى مجلس النواب أن يتم سحب الثقة من الحكومة، ويرى رئيس الجمهورية أن يتم تجديد الثقة في الحكومة. هذا الخلاف ما بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب يعرض على الشعب الذي هو المصدر الأول للسلطات. هنا الشعب سيقوم بإجراء استفتاء شعبي على الشعب للمفاضلة ما بين الحكومة ومجلس النواب. هنا هكون طبعا أمام أحد احتمالين، إما يأتي نتيجة الاستفتاء الشعبي لصالح الحكومة، أو يأتي نتيجة الاستفتاء الشعبي في صالح مجلس النواب. الاحتمال الأول لو جاء نتيجة الاستفتاء في صالح مجلس النواب، يبقى هنا على الحكومة أن تقدم استقالتها فورا، ويجب أو يتعين على رئيس الجمهورية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة. أما إذا جاء نتيجة الاستفتاء في صالح الحكومة، فهنا تجدد الثقة في الحكومة، ويتم حل مجلس النواب، ويتم إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس نواب آخر. يبقى إحنا اتكلمنا عن في اختصاص مجلس النواب على اختصاص التشريع المالي، وبنتكلم دلوقتي في اختصاص الرقابي. فكر سيادتك كده، سيعمل اختصاص الرقابي، قلنا في طرح موضوع عام للمناقشة، وهو أن يتم الاستفسار من أحد الوزير أو من رئيس الوزراء على أحد الموضوعات، توجيه السؤال ما بين العضو السائل والوزير أو رئيس الوزراء، طلب الإحاطة هو أيضا توجيه السؤال ولكن يتم الإجابة عليه دون الدخول في المناقشة، وتقصي الحقائق بلجان التي تشكلها مجلس النواب للتحقيق في أمور تخص الحكومة، ثم في النهاية الاستجواب هو توجيه الاتهامات. وقلنا إما يتم تقفل الاستجواب بالمناقشة والتصويت، وإذا تم التصويت لصالح الوزير أو رئيس الوزراء فيتم تجديد الثقة فيه، أما إذا تم سحب الثقة فهنا نحن أمام حالتين. الحالة الأولى سحب الثقة من أحد الوزراء فقط، فهذا هنا في هذه الحالة لا يتدخل رئيس الجمهورية ويتعين على هذا الوزير تقديم استقالته، ويتعين على رئيس الجمهورية تعيين وزير آخر.
أما إذا تم سحب الثقة من الوزارة أو من الحكومة ككل فهنا يتعين على رئيس الجمهورية التدخل، إذا وافق على رأي المجلس فيتم الحكومة تقديم استقالتها ويقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة أخرى، إذا عارض رئيس الجمهورية المجلس فيعرض الأمر على استفتاء شعبي للمفاضلة بين الحكومة ومجلس النواب، إذا جاء الاستفتاء في صالح المجلس فيجب على الحكومة تقديم استقالتها ويتعين على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة أخرى، أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء في صالح الحكومة فيتم حل مجلس النواب ويتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. نخش احنا كده قلنا في اختصاص تشريع ومالي ورقابي، نخش في الاختصاصات الأخرى لمجلس النواب. هناك بعض الاختصاصات الأخرى لمجلس النواب، طبعا بعد انتخاب رئيس الجمهورية يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المجلس، إذا تقدم رئيس الجمهورية باستقالته فالجهة التي يتقدم إليها هي مجلس النواب. من اختصاصات مجلس النواب موافقة وتأييد رئيس الجمهورية إذا قام بإعلان الحرب على دولة أخرى، من اختصاصات مجلس النواب أن يصدر اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، من اختصاصات مجلس النواب أن يقدم الوزراء المحاكمة، ايضا اذا كان الدستور اعطى الحق لرئيس الجمهوريه في طلب استفتاء شعبي لتعديل الدستور وايضا من اختصاص مجلس النواب اذا راى ان يقوم بطلب تعديلات في الدستور بعرضها على استفتاء شعبي. كده احنا انتهينا من السلطه التشريعيه، وقبلها كنا اتكلمنا عن السلطه التنفيذيه. نخش على ثالث سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة القضائية. هنتكلم على نقطتين، هنتكلم على ترتيب المحاكم في مصر ثم سنتكلم عن من هم أعوان القضاء. بالنسبة لترتيب المحاكم في مصر من أعلى لأسفل، أكبر محكمة وهي محكمة النقد أو كما تسمى بدار القضاء العالي. محكمة النقد هي تتكون من رئيس محكمة النقد، ويعتبر رئيس محكمة النقد هو أعلى سلطة قضائية في الدولة، ويتكون من رئيس المحكمة وعدد من المستشارين، وطبعا رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس أعلى القضاء، وعند صدور حكم من محكمة النقد يصدر برئاسة 5 مستشارين، وطبعا دي أعلى جهة قضائية، لا يوجد محكمة أعلى منها، ويوجد في مصر محكمة نقد واحدة وهي دار القضاء العالي. ثم في المرتبة الأدنى من محكمة النقد تأتي محاكم الاستئناف، يصدر فيها الحكم من 3 مستشارين. محاكم الاستئناف عندنا في مصر في 8 محاكم استئناف، عكس محكمة النقد هي محكمة النقد واحدة، لكن عندي 8 محاكم استئناف، واحدة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا. طبعا بيصدر الحكم في محكمة الاستئناف من 3 مستشارين. ثم بعد محكمة النقد ومحاكم الاستئناف في الدرجة الأدنى تأتي المحاكم الابتدائية، وإحنا عندنا في مصر في كل محافظة فيها محكمة ابتدائية ما عدا القاهرة نظر لكبر حجمها، يوجد بها محكمتين ابتدائيتين هي محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة. أيضا يصدر الحكم في المحكمة الابتدائية من 3 مستشارين أو 3 قضاة. يبقى احنا كده لو رتبنا من الادنى للاعلى يبقى الحكم بيصدر من محكمة ابتدائية اذا لم يقتضى الخصوم بالحكم، او في القضايا الجنائية اذا لم يقتضى المتهم بالحكم من حقه ان يستأنف الحكم، فيعرض القضية على احدى محاكم الاستئناف 8. اذا تم حكمت محكمة الاستئناف بالحكم ولم يقتضي الخصوم او في القضايا الجنائية هذا الحكم يريد المتهم ان يعني يعاد نظره في القضاء مرة اخرى، فيرفع الى اعلى سلطة قضائية محكمة النقد، وصدور الحكم من قبل محكمة النقد هو حكم نهائي لا يمكن ان يرفع لاعلى انها اعلى سلطة قضائية. في محاكم جزئية، وبرضو المحاكم الجزئية هي ليست درجة من المحاكم، لان احنا عندنا 3 درجات للمحاكم في مصر، هي محكمة ابتدائية ثم استئناف ثم نقد. المحكمة الجزئية هي محكمة تابعة للمحاكم الابتدائية، ولكن نظرا لتعدد القوانين فقد تكون القضية جنائية أو مدنية أو تجارية أو قضايا أحوال شخصية، فتقسم المحاكم الجزئية على حسب نوع الدعاوي، دي محكمة أحوال شخصية دي محكمة جنائية، ولكن هي في النهاية كل المحاكم الجزئية دي هي بتكون محاكم تابعة للمحكمة الابتدائية، وبالتالي المحاكم الجزئية تكون منتشرة في كل الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية.
يعني عند المحاكم الجزئيه دي بنلاقيها في كل الاماكن او كل الاقسام والمراكز على مستوى الجمهوريه بتكون تبع المحكمه الابتدائيه، ثم المحكمه الابتدائيه بتكون في كل محافظه ما عدا القاهره فيها محكمتين، ثم بعد كده في عندنا 8 محاكم استئناف، ثم محكمه واحده للنقد وهي تعتبر اعلى هيئه قضائيه. ده ترتيب المحاكم في مصر. هنتكلم عن اخر نقطه بقى في السلطه القضائيه اللي هي اعوان القضاء. طبعا القضاء بيستعين في مباشره مهامه بمجموعه من الاشخاص. اول حاجه عندي النيابه العامه. النيابه العامه طبعا هي المسؤوله عن التحقيق في الدعاوي والقضايا، وبعد اجراء هذه التحقيقات بترفع الدعوه الى المحاكم. اعضاء النيابه هم اعضاء في القضاء، لا يتم تعيينهم او عزلهم من قبل السلطه التنفيذيه، فهناك استقلاليه في تعيين واعفاء رجال القضاء، لا تتدخل السلطه التنفيذيه في ذلك. فالنيابه العامه هي اللي بتتولى التحقيق ورفع الدعاوي للمحاكم. ثاني نقطه من اعوان القضاء هم المحامين، والمحامين هم المسؤولين او اللي يتولوا الدفاع عن الخصوم امام القضاء. هل الاستعانه بهم اجباريه ولا اختياريه؟ في كل الدعاوي هي الاستعانه بهم اختياريه، فعلى صاحب الدعوه من حقه ان يستعين بهم ام لا، الا في القضايا الجنائيه، فالقضايا الجنائيه الاستعانه بالمحامي هي شيء الزامي وليس شيء اختياري، واذا كان المتهم لم يوكل محامي فعلى المحكمه ان تقوم بتعيين محامي لهذا المتهم، وهذا يتفق مع العدالة القضائية بقاعدة في العدالة القضائية وهي قاعدة الدقة، حيث أننا لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بعد التأكد من ارتكابه لهذا الجرم مع وجود محامي يدافع عنه، لأن المتهم أحيانا بتكون النواحي القانونية قاصرة عنده، فالمحامي هنا في القضايا الجنائيه الاستعانه به بيكون واجب. يبقى خدنا من اعوان القضاء واحد النيابه التي تتولى التحقيق في الامور ورفع هذا التحقيق نتائج هذه التحقيقات الى المحكمه، واثنين المحامين الذين يتولون الدفاع عن الخصوم او يتولون الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائيه في كل انواع القضايا المدنيه والتجاريه والحقوق الشخصيه الاستعانه بهم هي شيء اختياري لصاحب الدعوه، اما في الجنايات فهذا شيء الزامي ان يكون هناك محامي يدافع عن المتهم. ثلاثة الكتبة في كل محكمة، في كتبة هم إداريا موظفين تابعين لوزارة العدل، هم المسؤولين عن حفظ ملفات القضايا وتحضير محاضر الجلسات. في أيضا 4 المحضرين أو المحضرون، ودول بيعملوا داخل كل محكمة ابتدائية وأيضا بيكونوا موظفين تابعين لوزارة العدل. المحضر هو الذي يقوم بإعلان الأوائل القضائية، إذا كان هناك في خصومات أو شيء بيتم إعلانها عن طريق محضر، وهو برضو اللي بيقوم بإجراءات التنفيذ القضائي للقضاء. خامس حاجة الخبراء. الخبراء هم أشخاص تستعين أحيانا بهم المحكمة في بعض المسائل العلمية والفنية، مثلا الطبيب الشرعي في حالات الجنايات مثل القتل والسرقة، رفع بصماتنا إلى خلاف ذلك، بيتم استعانة بطبيب شرعي، ويجب العلم أن هذا الخبير هو رأيه استشاري وليس إلزامي للمحكمة. أيضا هناك برضو بعض الخبراء، يعني لو جينا قلنا مثلا في خصومة تجارية بين أشخاص فبنلجأ إلى أحد الخبراء أو الدكاترة المحاسبة اللي يقدر يفصل في هذا أو يقول رأيه في هذا النزاع. أحيانا بتكون هناك مسائل علمية أو هندسية معقدة لا تستطيع المحكمة وإذا فبتستعين المحكمة بخبير لكي يقول رأيها، وفي النهاية هذا الخبير هو شخص استشاري وليس إلزامي للمحكمة. آخر حاجة من الأعوان القضاء 6 المترجمين. أحيانا طبعا بيكون هناك خصوم أو متهمين لا يجيدون التحدث باللغة العربية، فبتأتي المحكمة تستعين بأشخاص يترجموا أقوال الشهود والخصوم الذين يجهلون اللغة العربية. كده احنا خلصنا المحاضرة الثانية. اقول لحضرتك، افكر حضرتك واقول كل نقطة ممكن اجيب فيها السؤال ازاي. احنا اتكلمنا عن سلطات الدولة، اتكلمنا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. السلطة التنفيذية ممكن اجيب السؤال اقول لك وضح او اذكر اختصاصات رئيس الجمهورية، او اقول لك وضح او اذكر اختصاصات الحكومة، واحنا خدنا اختصاصات الحكومة واختصاصات رئيس الجمهورية.
في السلطة التشريعية ممكن أقول لك اشرح اختصاص مجلس النواب بالكامل، فتشرح لي الاختصاص التشريعي والاختصاص المالي والاختصاص الرقابي والاختصاصات الأخرى، أو ممكن أقتصر السؤال على الاختصاص الرقابي فقط أقول لك اشرح وسائل الرقابة البرلمانية أو وسائل الرقابة البرلمانية، اللي احنا خدناها الخمس وسائل اللي هم طرح موضوع عند المناقشة وتوجيه السؤال وطلبات الإحاطة وتقصي الحقائق والاستجواب. أو ممكن أكون سؤالي أكثر تحديدا وأقول لك اشرح الاستجواب أو اشرح عملية سحب الثقة اللي احنا قلناها سواء من وزير أو من الحكومة ككل. في السلطة القضائية هما سؤالين ممكن أسألهم لك. السؤال الأولاني أقول لك وضح ترتيب المحاكم في مصر، وطبعا أنت عارف ترتيب المحاكم بتبتدي بمحكمة نقض ثم محاكم استئناف ثم محاكم ابتدائية ومحاكم جزئية. أو أقول لك اشرح أعوان القضاء الذين تستعين بهم رجال القضاء، احنا خدناهم الستة هم أعوان اللي هم النيابة والمحامين والكتبة والمحضرين والخبراء والمترجمين. في نهاية المحاضرة الثانية يبقى احنا خلصنا المحاضرتين. الأسئلة طبعا هتيجي مباشرة من اللي احنا وضحناه وشرحناه واللي احنا قلنا مجاله، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.